تستمر سمر وتتناوب الفرق الموسيقية على إحياء الحفل. جاء دور أحواج تيسكوين رقصة المحاربين. تيسكوين كلمة أمازيغية وهي جمع تيسكت بمعنى القرن، وهي في شكلها عبارة عن خشبة مقوسة على شكل هلال. على أحد طرفيها يثبت أنبوب نحاسي قصير. كانت فيما مضى تستعمل لأغراض حربية، أما الآن فأصبحت توشى بغلاف معدني وتتخذ للزينة فقط. رقصة تيسكوين رقصة حربية تتميز بالإيقاع القوي. حركاتها الرياضية المتنوعة ترمز إلى القوة والبطولة. تحاكي في تتابعها وتناسقها معركة حربية. تصور عمليات الحذر والتوقع والاستعداد للمعركة في شغاين، وتعبر عن المباغثة والانقباض على العدو في سكور، بوتسكا، حرك الشن، وقفز الحواجز وركوب الخيل في أهياد، الميزان، بجر أفلس، واقتفاء أثر العدو وتعقبه في فتش أكال، والمراوغة والقتال في أنقلب هرب، ثم نشوة الانتصار وانهزام العدو في أفق أسوس. تعود العروس. تحرص فرق أحواج على الاحتفاء بمقدمها، ويتواتر الرقص والغناء. ككل الرقصات الحربية، رقصة تيسكوين رقصة رجالية، لكن فرق التراث فضلت إشراك النساء في السنوات الأخيرة. تحرص فرقة حمادة على تحية العروس ومرافقاتها. يؤدى شعر الحمادات مصحوبا بآلات إيقاعية، الطعريجة، المقص، الصينية، وفي بعض الأحيان يستعمل الدف. ينشد المرددون بيتين من أربعة أجزاء بإيقاع مهزوز يشبه سوسيات أحواج. ترافقه توقيعات الأقدام الراقصة. ما يميز الحمادات عن أحواج هو غياب تصاعد الإيقاع. الاحتفال بالزواج في شيشاوة مساحة تجسد التعدد الذي تتسم به الهوية المغربية. ففي فضاء واحد تسقط الحواجز الإثنية لتتناوب فرق أحواج وتيسكوين وحمادة لإمتاع الحاضرين بأنماط مختلفة من الثرات حتى يلوح الصباح. ما زالت ملابس العروس في يد المرأة التي عهد بها إليها. مرة أخرى ستضع الملابس على رأس العروس وتزيحها ثلاث مرات. صاحبة الحصير أيضا ستقوم بنفس الطقس. التكرار صفة ارتبطت بممارسة الطقوس، وعدد المرات غالبا ما يكون ثلاثا أو سبعا. فلهذين العددين حمولة رمزية تكسبهما قوة سحرية في المتخيل الشعبي.
المعتقدات الشعبية أيضا تعتبر أن إعداد العروس للزفاف لحظة حرجة تكون فيها هذه الأخيرة في وضعية هشة، وقد تتعرض لسوء إذا لم يتم تحصينها عن طريق إخفاء وجهها وتحصين المكان الذي تتم فيه الطقوس. ولا شك أن تأثير مكان الطقس بحصير جديد إجراء وقائي يروم درء الأذى. بعد حجبها عن أعين الحاضرين تقدم لها قريبات العريس النباتات العطرية لتذوقها. استعمال العديد من النباتات العطرية للعناية بالشعر شيء مألوف لدى النساء المغربية، لكنها تكتسي أهمية خاصة في طقوس الاحتفال بالزواج، ويجب أن يصل عددها إلى 7: الحناء، القرنفل، الورد، الريحان، نبات السعف، سنبل الطيب، والزعفران. بعد ذلك يسددن شعرها ويضمخنه بخلطة يعبق المكان برائحتها الزكية. يغطين وجهها بخمار أحمر توكيت، ويزينن رأسها بباقات من نبات الحبق تشد بعلامة أبيها. يلبسنها أيضا برنسه وتتقلب خنجرا. إخفاء الوجه وارتداء ملابس الأب أيضا طقوس تروم التحصين. يعهد بإلباس الخف إلى أخيها. عليه أن يضع ورقة نقدية في الخف الأيمن، وعليه أن يسرع ليفلت من ضرب النساء قبل أن تبارح العروس بيت أهلها. يقام طقس آخر لاستحضار الخير والبركة، إذ يخشى حسب المتخيل الشعبي أن يحل الفقر وسوء المآل بعد رحيلها. تحضر أم العروس طبقا به طحين تجلس عليه وتقوم بتقبيل رأسها 3 مرات. وفي لحظة الذروة يصفح مغني حمادة بصوته الشجي بأهازيج الرحيل. والله إنكم يا جيراني وما عمركم سمعتوا عاري. والله إنكم يا جيراني وما عمركم سمعتوا عاري. والله إنكم يا جيراني وعمركم ما سمعتوا عاري. ويتداخل الحزن والغناء والفرح والبكاء. طقوس الرحيل وهي أيضا لها دلالات رمزية ترتبط بالخصم والفأل الحسن. على العروس أن تحل ببيت زوجها وأن يحل الخير معها. يردف طفل وراءها في إيحاء إلى الرغبة في أن يكون مولودها الأول ذكر، وتصحبها وصيفة تحمل طبقا به بيض ودجاج. العريس أيضا يستعد لاستقبال العروس. بعد أن يغتسل
يتزين ويتطيب ويرتدي ملابس تقليدية بيضاء. تتوقف الحياة بالدوار لينخرط الجميع في الحدث. توزع الأدوار بعفوية. عائلة العروس وفرق أحواج تتبع المركب. عائلة العريس تترقب الوصول. بعض الأقارب يتعرضون للموكب ويمنعون حاشية العروس من إكمال السير، وهي عادة درج الناس على ممارستها هنا، إذ بمجرد ما يصل الموكب إلى مسجد أو ضريح يوقف أحدهم مطالبا بهدية. يقدم إلى العروس الحليب والثمر. العريس في انتظار الموكب. أتعلمون أين؟ فوق السطح. تمارس هذا الطقس جل القبائل الأمازيغية بجنوب المغرب، وله ارتباط بطقوس الاستمطار في أسطورة الخصب تيسليت وانزار، التي يرمز فيها العريس إلى إله المطر السماوي وتحيل عروسه على الأرض. يرمي العريس على الحاضرين اللوز أو يرشهم بالماء. وفي غفلة من الجميع يتسلل العريس ووزيره إلى إحدى غرف البيت، يمنعه حياؤه من التحرك بحرية. الأهازيج عند دخول العروس يحملها أحد أقاربها إلى بيت الزفاف، ترافقها وصيفتها وأحد الوزراء. تجلس العروس عليها أن تمرر الخنجر على جدران الغرفة، بدءا باليمين بمساعدة الوزير. يحظى الطفل بقطعة من الدجاج وبيضة.
تقدم لها الوصيفة الدعم والنصيحة. إلى بيت العريس، تجتمع القبيلة بمنزل أهل العروس، يعدون قطع الجهاز، يضعون ما خف وزنه في الصندوق، أما الزرابي والأغطية الصوفية فتثبت فوق ظهر الدابة. ترافق موكب نقل الجهاز فرق أحواش. مكونات الجهاز عن بساطة لا متناهية، وهي سمة تتبع حياة المجتمعات التقليدية، إذ أبى الناس على الاكتفاء باليسير، لكن إقبالهم على الحياة والتعبير عن سعادتهم بعفية وتلقائية لا يضاهيه شيء. إنه بوح فطري عن سعادة بالانتماء إلى جغرافية ليس فيها مجال للخس. تستقبلهم عائلة العريس ويندمج الجميع في أجواء الاحتفال. يعقد مجلس لتسجيل قائمة الجهاز، وهي عادة دارجة في بعض المناطق بالمغرب. تصر عائلة العروس على تسجيل لائحة مكونات الجهاز وقيمتها في وثيقة يشرف على كتابتها فقيه المسجد. جماعة وكل المسائلات أتنت نرى إن شاء الله نسكرت مثل أتمينة سنة. يلا سيدي بسم الله. انا هو ده سيدي 20000. الله رايس 20000. السندغارطه دود نص مش كاتوسي ماركانات كاع السوق 10000 و 20000 ولا 10 باسينو باغ السوق الشكره أنا بسم الله ولا غادي سوى داخل. تصبح مهمة الفقيه صعبة كلما ارتفع الجدال بين الأسرتين، فكلما ذكرت قيمة أحد مكونات الشبار تحتج عائلة العريس. الغاية من هذه القائمة هو حفظ حقوق المرأة عند وقوع أبغض الحلال. على الزوج أن يعيد لها كل هذه الأغراض أو قيمتها. في اليوم الثالث تخرج العروس من الحجبة لتعد طعاما ستحمله إلى عائلتها في أول زيارة. عليها أن تعد قصعة كسكس كبيرة الحجم. لإعداد هذه الوجبة أيضا طقوس، أهمها أنه لا يجوز للقريبات الشروع في الإعداد
دون مباركة العروس. إعداد العروس لأول وجبة ببيت زوجها أيضا اختبار لقدراتها ومهاراتها، لكن بنات جنسها يشفقن عليها ويسهلن عليها اجتياز هذا الامتحان الصعب. تقتضي العادة أيضا أن يتم إعداد صنف خاص من الكسكس لهذه المناسبة. إنه الكسكس الحلو القليل المرق والمعد باللحم والبصل والمحلى بالعسل وزبيب العنب والمزين بالبيض واللوز والجوز والثمر. يحمل قصعة الكسكس أحد الوزراء ويستدعى الأقارب للمناسبة. بعد وصول الموكب تخرج أسرة العروس لاستقبالها. على العريس تقديم هدية نقدية لحماته للتعبير عن امتنانه ورضاه عن هذا الزواج. يفترق الجمع بعد تناول الوجبة. غداء العروس آخر طقس يحضره الرجال، أما النساء فتضربن موعدا للالتقاء في اليوم السابع يوم الحزام. ارتبطت طقوس الاحتفال باليوم السابع أي بعد مرور أسبوع على ليلة زفاف بالتعبير عن الرغبة في الإنجاب لضمان الاستمرارية والتجدد. طقوس الحزام تقام للوقاية من العقم ولطلب الخلفة. تستحضر خلالها رموز الخصم، الماء، أوراق الحناء، فضلات الأغنام وأغصان الزيتون والرمان. تغسل رجلها بهذه الخلطة الغريبة ويقدم لها الماء. عليها أن تقلب الآنية. يتقدم أحد الوزراء لإحاطة خصرها بغصني الرمان والزيتون. تسرع هاربة لاتقاء ضرب الوصيفة والوزير. تعود لإتمام باقي مراحل الطقس. توزع وصيفتها الكحل والسواك على الحاضرات والفواكه الجافة. بعد ذلك تقدم إلى الحاضرات كسرات خبز غمست في الزيت والعسل. أنتج الإنسان منذ وجوده أساطير ليواجه مخاوفه من قوى الطبيعة، وأسس طقوسا للاحتفال ليواجه خوفه من المرور من حياة إلى أخرى.